تريد، لكن يجب أن تنظف الزجاجة وتنزع العلامة أولاً. إعادة التدوير عملية معقدة جداً. دود، كلما وضعت شيئاً في سلة الهملاة تتصرف كأنك تنقذ العالم بيد واحدة. عن نفسي سأرميها في هذه السلة. حمل الذنب أهون من حمل الزجاجة. فلتت مني. عليك أن تعيد تصنيع هذا. لكني لا أعرف السلة المناسبة. ورق، بلاستيك، أوراق لعب، أوراق معايدة، ورق مقوى، ألعاب ألواح، رسوم بيانية، معدن، معدن ثقيل، معدن رديء، روك، روك هادئ، ألعاب طرية، نحل. عليك أن تعرف أولاً معنى إعادة التدوير. خذ ورقة من كتابي. لا، لا تأخذ ورقة لأنك ستضر الشجرة التي صنعت منها الأوراق. لا تكتب كتاباً أبداً لأنك سوف تقتل الأشجار. استخدم الورقة المعاد تدويره. من سيستخدم شيئاً سبق استخدامه؟ غريب أن نصنع شيئاً جديداً من الخردة. باستخدام وسائل إعادة التدوير الحديثة تستطيع أن تستخدم الأشياء القديمة نفسها بدون أن يشعر الناس بأي فرق. طريقة رخيصة. ما أريد قوله هو أننا لابد أن نعرف مدى تأثيرنا على الكوكب. أنا مثلاً لم أؤذي مخلوقاً واحداً طوال حياتي. تأثيري على الآخرين ضعيف لدرجة أنني إن رحلت لن يشعر الناس أنني كنت موجوداً. لا، لو قضينا على هذا الكوكب سننتقل إلى آخر. كان على أجدادنا فعل ذلك. هذا التفكير الأحمق هو الذي تسبب في أن يوشك القرد البدائي العملاق على الانقراض من غابات ألمور. واو، كان على هذا القرد أن يبذل جهده كي ينقرض ويرتاح. سأحاول أن أشرح لكم هذا الأمر بطريقة مبسطة. الناس تتهابل، أما القرود فلا تتهابل. وكيف عرفت أن القرود لا تفعل؟ كل إنسان قد يعاني من يوم سيء. صح، لكننا ابتعدنا عن موضوعنا الأساسي. ولا أفهم حتى الآن معنى كلمة تتهابل. ولما سمي هذا المخلوق ذو القدم الكبيرة بالقرد البدائي؟ رائحته تبعث في نفسك أسوأ ذكرى رائحة مررت بها في حياتك. طمني أرجوك، تريد أن تنقذ هذا المخلوق أم تقضي عليه حرقا؟ لحظة، أنا الآن أشم رائحة، هل تشمها يا داروين؟ رائحة طحالب مضى عليها 1000 عام تقريباً. قصدي أظنها رائحة نفاق. ماذا تقول؟ حسناً، كل شيء تفعله الآن يؤثر في شيء آخر. إلا أنا، اركب معي هذا الحذاء ساعة وسأريك كل شيء. لا أظن أنني سأتحمله ساعة أخرى. معرض الأورجانيك. أهلا بكم في معرض الأورجانيك. الحياة الأخلاقية تبدأ من قائمة مشترياتك ومن مصدر شرائها. أنا لا أشتري أبدا من تلك المحلات الحديثة، بل من محلات البقالة الأصلية. منتجات عضوية أشتري من 13 محلا أسبوعيا. هذا بالطبع يكلفني وقودا أكثر وإطارات لسيارتي، ولكنني في الواقع أضمن أن كل المنتجات هنا منتجات محلية الصين. ريلي، ومن أين جاء جوز الهند والجلاش المجري وصغار الماعز من الهيمالايا؟ كيف وصلت إلى هنا؟ شاحنات، شاحنات، مراكب، قطارات، طائرات، دراجات، شاحنات، منتجات مستوردة. كلها استخرجت من مصادر طبيعية في بلادها الأصلية. شكراً لاري. هاي، أنا أريد أن أدفع أكثر لشعوري بالسعادة الداخلية. لا مانع. ولكن كيف يرضيك أن تتعامل بالنقود؟ النقود مصنوعة من الورق والورق من الشجر، أي أنهم قطعوا الأشجار. أنا عندي بطاقة بنك. بطاقة مصرفية مصنوعة من البلاستيك؟ وترمي النفاياتي أيضاً؟ أهلا بك في تي في الفيفتي. ما هو مشروبك لليوم؟ يا مشروب اليومي. ألم نكن هنا منذ قليل؟ لا، لأن تي في الفيفتي لا علاقة له بالمنتجات الأورجانيك، ولا علاقة له أيضا بمنتجات مؤسسة تشانكس. أنت متأكد؟ طبعا متأكد. هنا تجد قراء الشعر والأدب، مكتوب بالطباشير أنه مكان الفن والإبداع والإلهام. لا يمكن لهذا أن يكون مؤسسة ضارة. انظر جيدا مستر سمول. القهوة رائعة، مؤسسة تشانكس.